السلام عليكم، معكم محمد. اليوم اجينا ورجعنا بحلقة جديدة من The Battle Cats او حرب الاطب. طبعا لحلقة اليوم حساوي شغلة جديدة، وانا اوريدي سويت شغلة تانية، بس لسبب من الاسباب طفت علي الكهرباء. بس طفت الكهرباء ضاع علي كل التصوير كنت عم بصور. بس لحلقة اليوم اللي اوريدي انا سويته طلعت علي اورجيكم اياه، وهو اني سويت ايفولف لشخصيتين. اول شيء سويت ايفولف لابو فاطمة، ياب حسميه ابو فاطمة، لانه الحلقة الماضية سألتكم شو المفروض اسمي هذا الزلمة، وفي اكثر من واحد منكم اقترح ابو فاطمة بما انه في عنا ام فاطمة كمان. بس هذا الشيء بيطلع مشكلة جديدة، او اللي هو انه لازم نلاقي فاطمة، وانا ما عندي اي فكرة وين فاطمة موجودة، فلازم نلاقيها مع الوقت. العموم هلا بما انه صار في عندي ابو فاطمة مع ايفولف، سويت كمان شغلة تانية، واللي هو اني سويت البيتزا كات. استنى شوي، وين الزلمة؟ هذا الزلمة سويت له ايفولف كمان وهزمنا موب على السريع. بس لحلقة اليوم اللي حساويه مشانكم هو انه حنروح على عالم جديد، لانه حاليا لو بروح على الكوزميك كاتس او الكاتس اوف ذا كوزميك، انا عصيان هون، انا رسميا عصيان هون. ما في عندي اي شخصيات سبيشال ممكن استخدمها مشان بتكون قوية ضد هدول، ولا في عندي اي شيء ممكن اسويه. فلو في عندك اي نصيحة للموضوع اتمنى ان تكتب لي اياها بالتعليقات. بس لهلا اللي حساويه اتمنى ان يكون قدها الصراحة، هو اني اروح على عالم الاكو جيتس. وحاليا باقي ساعتين للالتر ولا شغلة هيك، بس هات لحتى لي اجرب حظي واحاول اهزمهم، او احاول اهزمني ماب واحد. او دعيب دعيب، استنى شوي، انا لازم اغير استراتيجية تبعيتي لانه حاليا حاطر شياطين، صح؟ لاي درجة انت قوي؟ هذا اول زلمة جماعة، هذا رسميا اول زلمة بأول ماب. المفروض يكون الكلب الطبيعي البس انا قتله بأي وقت بدون اي مزح، انا ما عم بمزح رسميا، ما عم بمزح، المفروض يكون هالشي. بس على هوا ما عم بشوف انا الزلمة قوي، الزلمة رسميا قوي، انا رسميا اكلتها. اوه صح، بدي اورجيكم هالزلمة، هالزلمة صار شكله فنان، هالزلمة رسميا صار شكله فنان. اوه ضربته راحت على الفاضي، بس هو صار شكله احلى وضربته صار شكله احلى كمان. بس بدي اشوفه، احاول اخليه يضرب الضربه تبعيته. ام فاطمه تحسن تفجرهم بضربه واحده. بس حاليا بعد ما سويت له ايفولف لهذا الزلمه، الدبل الاتش بي تبعه والاتاك سبيد تبعه صار اسرع، واللي هو شيء ملحوظ بشكل كبير على فكره، انه الاتاك سبيد تبعه صار اسرع بكثير. بس واخيرا وصلنا على البيس، البيس ب 100,000 اوريدي. كاد تيب هيطلع لي زعيم من اول شيء، هاي كورية هاي على فكره. نوب ما طلع لي اي حدا. استنى شوي، لا طلع لي كلب. طيب فكرت صار في شيد للبيس كمان مع 4000 اكس بي. has been destroyed. الكرنت كاب صار ليفل 2. استنى كاب شو اللي صار ليفل 2؟ وشو هذا اللي طلع لي كمان؟ ذا اكو ريلم. اكون صريح قرات كل شيء بس تقريبا ما فهمت اي شيء بنوب. بس حاليا حررنا كوريا والمفروض نروح على منغوليا. بس اروح على سنغافوره اوريدي. لا استنى شوي، هات نروح على منغوليا ونجرب حظنا مع منغوليا. على الاغلب اني حتصفع، او استنى شوي قبل ما اتصفع. ودايم هالماب شكله خطير، خيبه شو هذا؟ استنى شوي قبل ما اتصفع، في شخصيه من الضروري اني اجيبها واللي لازم استخدمها، واللي هو هذا الزلمه الكندو كات. الكندو كات حاليا صار عندي ليفل 30. بس الشيء الحلو بالكندو كات، هذا الزلمه مين؟ تعيب. الشيء الحلو بالكندو كات انه بيحسن يكسر الدروع. هل هذا عنده درع؟ يب هذا ما في عنده درع. طلع له الشخصيات على السريع، المفروض انه ما يكون كتير صعب. يب حلو كتير. استنى شوي سوى شغله، اضرب لي البيس على السريع وطلع لي الزعيم، يلا بهدلني. اقل شيء ما طلع لي الكلب تبع الشيلد هاي المره، واللي هو شيء شوي حلو الصراحه. هذا هو الزعيم، الزعيم عباره عن كنجر. قام تحسن تسوي احسن من هيك، طلع ام فاطمه على السريع، بدي اطلع ابو فاطمه كمان. بس ما عليها، هذا هو ابو فاطمه، اصلخ ابو فاطمه روح. هذا هو فجر الزلمه الصغير. بس لسه دامجه على اول شيء، فما في اي مشكله، لسه ما اخذ اي باف. حاليا هذا كل ما قتل اي شخصيه منه حيبهدلني هيك، وهذا الشيء ما هو كثير جميل الصراحه، بس اقل شيء ارحم من الدرع. وهيك بنكون اخذنا الفيكتوري الثاني، 50,000. صار ليفل 3. حتى نرجع لورا شوي ونروح على سنغافوره. سنغافوره اتوقع انها حتكون صعبه، اتوقع كمان لانها قدام والكرنت ليفل صار 3. هل هذا الشيء سيء انه بيرتفع الليفل ولا لا؟ ما عندي اي فكره الصراحه، بس اتمنى اني ما ابلش اشوف شيء بلوه زرقاء معاهم. حتى لي اطلع ابو فاطمه على السريع، حخليه ياخذ شويه دامج، بس بدي اشوف دامجه كيف صار. خليه يصلخ هذا الزلمه، هذا هو اخذ شويه دامج مع كناك باك كمان. قاعد عم يضرب لي البيس، شكرا كثير لك. كمان ابو فاطمه، اصلخ ابو شكله. كفو، حلو كثير قتل الزلمه. وكان صراحه شوي خايف لانه الزلمه لحد الان ما طلع اي شيء،
وما طلع اي شيطان. هذا اول واحد. استنى، هذا بيضرب من بعيد، انا متاكد اني شايفك قبل بمره. استنى شوي، ما في عنده شيلد كمان؟ شو القصه؟ بطل يكون عندهم شيلدات. اتوقع انه حصفه، اتوقع اني رسميا حصفع الزلمه. هذا هو مات. طلع واحد ثاني بداله، بس هالشيء بيعني شغله واحده بس، واللي هو اني بس انا اصفع ابو شكل. توقعت ان سنغافوره تكون اصعب من هيك. هذا هو رجع لي اياهم الكل. حاليا اللي بدي اياه هو انه ابو فاطمه يصرخ له ضربه قويه كثير. هذا هو، هذا هو، حينزلها. قاعد تعب، ترجعوه اكثر. كمان بتحسن، اصلخ، كفو عليك. هي الضربه، هذا هو قتل الزلمه. طيب هاي الشخصيات من جد قويه على فكره، يعني حسنه يقتلوا ابو فاطمه وام فاطمه مع بعض، وانا لازم الاقي لي شخصيه قويه ضد الشياطين بشكل عام. على هو ما بتذكر انه كان في عندي واحد قوي، بس انا حاليا سحب عليه لسبب من الاسباب. بس هذا هو رفعنا السيل على ليفل 4، ومع سيل ليفل 4 اتوقع انه هيك ما في اي ماب ثاني ممكن اسويه. يب، ليفل 4 صار. بس لو بروح مره ثانيه على الشخصيات اللي طلعت لي من الابررز، في واحده منهم من كتر ما قلتوا لي انها منيحه بلشت اراجع قراري الصراحه بتطوير ابو فاطمه، واللي هو هذا الزلمه او الجريتفول كرين، استاذ وزع من الاخر. واستاذ وزع حاليا هو ليفل 9، ومثل ما كم شايفين انا جبت لي شويه اكس بي بس، وحاب اني اطور الزلمه واشوفه مع تطويره لاي درجه قوي. فهاد لحتى نرفع الزلمه من الجريتفول كرين العادي او الوزة العاديه، ونشوف شو حيكون التطوير تبعيته. روح على ليفل 10. اوه ديب، سوبر جالاكسي كوزموس، والايفولوشن تبعه بده 10 حبات من الايبك فروت. خيب، ما في اي مشكله لاني حاليا ما حطور الزلمه. ارفع لي اياه على السريع لاعلى ليفل بحسن ارفعه، واللي هو ليفل 24. صراحه توقعت اني احسن ارفع 28 ولا 29، بس ما في اي مشكله. ديم، هذا اغلى واحد لحد الان، 5800. خيب، بهاي الحاله لازم نختبر الزلمه بماب، وفي عندي انا ماب من الانجماز هو الهولي كرادر، ما بعرف شو اسمه هذا. والهولي كرادريل هذا مفروض اني اقاتل فيه شغلات ملائكيه ولا شيء هيك، وهذا الزلمه المفروض كمان انه يكون قوي ضد الشخصيات الملائكيه وبالتحديد شخصيات اللي بتطير. فهذا لحتى لنشوف ونجرب. جبت لي تشكيله جدا بسيطه، المفروض انها تكون شوي قويه يعني ضد الشخصيات هاي، فاتمنى انه تنفع ويمشي حالها. ممكن تقتلوا اي واحد على السريع بالله عليكم. الرامن كات طبعا كثير قوي ضده. هذا لحتى لنجرب. خيبه، هذه عباره عن زلمه عادي. شو عم بيساوي؟ صار له ساعه عم يرقص. ضرب ضربتين بالهواء، ضرب الثالثة. استنى، خيبة. اوكي، ضربته شوي بطيئة، ضربته رسميا بطيئة. بس اتوقع الضربة بنفس الوقت بتاخذ الماب كله. استنى شوي، اصلخ. خيبة، هالزلمة بيضرب كاميهاميها. وهذا هو عادي عم نضرب البيس. طلعوني هالزلمة. اوكي، حلو كثير، اوريدي قتلت هالزلمة وحسنت اقتله. زائد مع الكاميهاميها المفروض انه يكون وضعي احسن. الزلمة موجود ورا ورا لدرجة اني ماني شايفه. اتمنى الصراحة انه بعد الايفولوشن الزلمة تصير ضربته اسرع من هيك بكثير، لانه ضربته جدا بطيئة، بس بحسن اعترف له انه ضربته من جد فعالة. خيبة، في ثلاثة ورا بعض قاعدين. كاتيم، اتمنى انه ما يقتلوا الاسد. رجعهم لورا الزلمه. حلو كثير. ابو فاطمه، شيت، ابو فاطمه ما اتوقع انه صابهم بالضربه تبعيته. كمان ابو فاطمه، بدي اياك تضرب ضربه مثل ذينا. روح نزل عليهم. قاعد تعمل، استنى، انت ضربتهم ولا لا؟ بس ما في اي مشكله بما انه حاليا في عندي اثنين من ابو وزه قاعدين، بس لازم لنا شويه فلوس. الاسد اتوقع انه كمان حيموت. ابو فاطمه حيصلح ضربه كثير قويه. خيب، وفجرت الكل. قاعد تعمل، طلع واحد ثاني منه. ابو فاطمه فجرهم، ما في اي مزح مع الزلمه. كاد ديم، هذا هو، حنحسن نفوز بالانجما ستيج. حلو كثير، اخيرا بفوز بالانجما ستيجز. بتذكر اول مره من جد بهدلوني. اتاك اب دي انجل بلس 1. صح، كمان عطوني هذا قبل ما تنقطع الكهرباء، واللي هو ديفنس اب سي. اتوقع لازم اجمع 3 حبات، وبعدين بحسن اضيف هذا الرانك او الاورب هذا، بحسن اضيفه على شخصيه، بس لازم اجمع 3 منه اول شيء. بس شخصيه الوزه هاي الصراحه عباره عن شخصيه كثير حلوه، بس الايفولف تبعه كثير غالي، الايفولف تبعه كثير كثير غالي. بدي 30 حبه من الصفره. اوكي، اوريدي معي 10 حبات، بس بدي 10 حبات من الايبك فروت، واللي هو شغله حتاخذ كثير وقت. بس اكون صريح، الشخصيه كثير جميله. بس على العموم، هذا كان كل شيء لهي الحلقه. اتمنى انه عجبكم الفيديو، اتمنى انه استمتعتوا فيه. مثل ما كنتم شايفين حاليا انا عصيان عن هذاك الكوكب، وما عم بحسن اتقدم فيه ابدا، فاتمنى نصيحتكم تكون بالتعليقات. على العموم، هذا كان كل شيء، اتمنى انه عجبكم الفيديو، اتمنى انه استمتعتوا فيه. اذا عجبكم الفيديو واستمتعت فيه، لا تنسوا تسوي لايك، تشترك بالقناه. اللهم صل وسلم على محمد، ومع السلامه.